على الكبة بتنهدها لملوك. اللحام كتير متوصي بالهبرة يلي جبتها، مش عن هيك طلعت الكبة طيبة. شو دخل الهبرة ضرب على هاللي اشتغل الكبة؟ الله يسلم دياتك يا عمو. الله يسلمك يا عمو، تسلم. يعني أنا ما لي فضل بالكبة، الفضل كله بيرجع لحماتي حياتي. لو ما وقفت فوق راسي، قصدي جنبي، وقالت لي اعملي هيك واعملي هيك، ما كانت طلعت الكبة طيبة. ما هيك حماتي؟ هادي، ليش ما قلت لي إنه مبارح معزومين على حفلة عرس أنتو؟ ما بعرف يا مو، نسيت. لو قايل لي ما كنت زعجتكن أنا بالليل بتليفوناتي. مو مشكلة يا مو، لا تفكري بالموضوع، كلي كبة. ايك انتي شو أخدتي لها على العرس لرفيقتك وقت رحتي؟ شو الهدية اللي أخدتيها؟ كان عندي خاتم قديم رحت أخدته على الصايغ، لمعته وحط لي إياه بعلبة جديدة نظيفة يعني هيك، وهديتها يعني مش الحال يعني. يا بحظي كذابة.